حبيت ان احنا نجتمع مع بعض عشان اعرض عليكي نشاط هشتغله بكره مع الولاد، ومحتاجه رايك فيه لان مادتك داخله في الدرس ده. وانا مستعده لاي مساعده، احنا دايما بنستفيد من تبادل الخبرات مع بعض. انا بحثت في النت ولقيت كذا فكره، لكن في واحده فيهم لفتت نظري، هحتاجك تساعديني فيها. اكيد، ولو عايزه مصدر لافكار انشطه كمان، انا لقيت في بنك المعرفه مصادر كتير موثقه. يا ريت، انا دايما بسعى لمصادر جديده سواء من على النت او كورسات وتدريبات. انا عجباني جدا فكره دمج مادتين في شرح درس واحد، ومستنيه اتعرف على النشاط اللي انت هتطبقيه. ممارسات المعلم مع الطلاب لازم تكون متجدده وتشد انتباههم، وعلشان نعمل ده لازم نسعى اننا نطور نفسنا مهنيا، والاستعانه بخبرات الزملاء هتساعدنا نحسن ونطور من ممارساتنا.